فيكم قرشي؟ هذا السؤال. الخليفة من قريش، الحديث الصحيح المروي مرفوعا عن أبي بكر، ومن هو؟ الصديق الذي قال الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان، حتى لو فضل اثنين بس تخرجش بره قريش، ولا يبقى سوى ان احنا نستورد واحد بالحجاز. وبعدين على ايه ما عندنا واحد اشهرهم دلوقتي عبد الصمد القرشي، الرجل يملي، يعني من المتوقع انه يملا حياتنا بالطيب والعطور والفل والياسمين وكده، باعتبار انه ما هو ده القرشي اللي احنا بنسمع عنه، ما فيش قرشي تاني، هذا الراجل موجود اهو. ولكن ذلك يلزمه اولا، عشان اجيب عبد الصمد القرشي ده بحاول احل لهم المشكله علشان اعمل ده، لازم الخلافة تقوم في السعودية ومصر، مش في مصر بس او السعودية بس. وده معناه ان آل سعود لازم يروحوا بقى، يعني آل سعود يروحوا الحال سبيلهم، مش هنعمل دولة اسلامية وخلافة، ولا هنخليها على الاوضاع الطبيعية الحالية ونعمل فرانكو اراب تاني. يبقى الجماعة دول يروحوا، ونخلط ميزانية السعودية على ميزانية مصر. علشان كده كان السعوديون هم الأكثر ذكاء من أي حركات إسلامية، فلم يقيموا دولة بالمعنى الحديث للدول، وعمقوا القبلية المتميزة والمذهبية المتباعدة في أرض الجزيرة. ورغم أن هذا التعدد يعتبر ثروة حقيقية للجزيرة في حال احتكمت للأحزاب والديمقراطية، الجزيرة العربية ممكن تبقى شيء عظيم جدا بما لديها من تنوع هائل. لذلك لم يقم آل سعود لا حزب ولا سمحوا بوجود أحزاب، لأنه نظام غربي لا سابقة له في الإسلام. ولم يقيموا خلافة ليه؟ لأنه فيش واحد منهم قرشي. ما هيتسأل أنت خليفة أنت بقرشي؟ لا، رغم أنه مش زي الإخوان في بلاد الأهرام والأثار والحاجات الوثنية دي، لا ده عندهم هناك جغرافية الإسلام، عندهم مكة والمدينة والأراضي المقدسة، يقدر يعمل اللي يعجبه بالكلام ده، أذكى من أن يفعل ذلك. فجغرافية الإسلام تحت أيديهم، قال لك احنا خدامينها بس، احنا مش خلفة، احنا مملكة بالصريح الواضح، مملكة وراثية استبدادية، ليس في سلوكها ولا قوانينها ولا سياستها ما يتعارض مع شرع الله. هو ده المهم. وان الملك ما هو الا خادم للحرمين يسهر عليهما. اما حقوق الانسان فهي بدعة صليبية، ولا يوجد شيء اسمه حقوق انسان في تراث الاسلام بالمرة. ما يوجد في الشرع هو حقوق الله فقط.